انتبهوا أيها السادة، بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير ومساء الهنا مساء الفل. النهاردة أنا عايزة أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، خاصة إن الكلام عنه زاد في الفترة الأخيرة. عايزة أكلمكم عن الشغل، الشغل وإيه الحاجة اللي ممكن تشتغلها، ومين اللي بيشتغل بجد، ومين اللي واخد الشغلانة أكنه في اللالا لاند، وهل لازم نشتغل في مجال تخصصنا أو دراستنا حتى لو ما فيش فرصة قريبة لحاجة زي كده، وهل في شغل عيب وشغل مش عيب. أولاً وقبل أي حاجة، الشغل عمره ما كان عيب، أياً كانت وظيفتك ولا الحاجة اللي انت بتشتغلها. الشغل الوحيد اللي ممكن يتقال عليه عيب هو إنك تكون بتشتغل حاجة غير مشروعة، زي مثلاً تجارة المخدرات. وهنا بقى الموضوع ما بيدخلش في موضوع عيب ومش عيب، لأن الموضوع ده بيدخل في مخالفة للقانون والتعرض للمساءلة والعقاب. خلينا نكون واقعيين ونضرب مثل بألاف من طلبة الجامعات اللي بيتخرجوا كل سنة، كم واحد فيهم بيشتغل في وظيفة أو حتى مهنة من بعد مرحلة التخرج؟ أنا متأكدة إنها نسبة لا تسقط. عرف الشباب دول يعني ايه قيمة انك تشتغل علشان تحقق ذاتك، مش بس عشان تصرف على نفسك. كتير جدا من الشباب بالرغم من انعدام الخبرة عندهم تقريبا، وبالرغم كمان انهم ما عندهمش اي مقومات ممكن يكون سوق العمل محتاجها، وبالرغم من كده لو في فرصة عمل بمرتب مش بطال تلاقيهم بيرفضوا على امل انهم هتجيلهم فرصة احسن. طيب اقنعوني ازاي هتجيلكوا الفرصة، منين وليه؟ عشان خاطر سواد عيونكم مثلا؟ انا بقولها بصراحه وبصدق لكل الناس مش الشباب وبس، يا عم اشتغل اي حاجه، يا ستي اشتغلي اي حاجه وفي اي مكان، ما دمتي ما بتخلفيش ضميرك، ما تضيعيش يوم من عمرك وانت ولا انت قاعد مستني الفرصه تجيلك لحد عندك. انزل ودور على شغل وابتدي في اي مجال، شغل دماغك كده، اعمل مشروع تكلفته بسيطة وكبره بمجهودك وإخلاصك له، طور من نفسك، خد كورسات في أي مجال ينفعك بأول مرتب يجيلك، تعال على نفسك واتعب شوية واتعب شوية في بداية أي شغل أو مشروع بتعمله عشان ترتاح بعد كده. مش عيب إنك تبتدي صغير، أو خلونا نقول مش عيب إنك تبتدي أصلا، لأن اللي بياخد الخطوة وبيبتدي عمره ما بيكون صغير، الصغير هو اللي لسه ما ابتداش. وبمناسبة كلامنا عن الشغل، أنا عايز أتكلم إن في ناس بيجي لهم شغل وبيجي لهم فرص كويسة قوي، ممكن تكون المرتبات مش عالية قوي، لكن أنت فين ضميرك في شغلك؟ ما هو ما دام اشتغلت يبقى لازم تتقن عملك أيا كان العمل ده. أنت قبلت من الأول وإلا كنت ترفض، تقول يا جماعة والله أنا العمل ده ما يناسبنيش، أنا عايز أبقى مدير مرة واحدة. مش هتبقى مدير مرة واحدة، إن الصغير بيكبر، الموظف الصغير بيكبر بيكبر لحد ما يحقق أحلامه وطموحه في أي شغلانة كانت. يعني هو عيب إن الرجالة تنزل تشتغل وتشيل حاجات وتشيل طوب وتشتغل في أماكن كده وهو شهادته مش كده خالص، مش عيب. العيب بقى إنك تقعد على القهوة أو تروح تشتغل في حتة وتبقى مستهتر بشغلك، لأن في الأول وفي الآخر ممكن مديرك ما يشوفكش أو صاحب شغلك ما يشوفكش، لكن ربنا شايفك. وصدقوني والله اللي ما بيتقيش ضميره في شغله ما بيتقيش ضميره في أي حاجة، يعني ممكن يبيع أي حاجة، ممكن يعمل أي حاجة غير مشروعة عادي جدا.
مهم، تعالوا نستعرض بقى فقرات حلقتنا النهاردة مع بعض ونشوف هيكون معانا مين في فقرتنا الأولى. فقرتنا الأولى هيكون معانا ميار وسارة، طالبتين بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ميار وسارة قرروا أنهم يبيعوا عصاير وقطع فاكهة البطيخ في شارع المرغني في مصر الجديدة. فقرتنا الثانية هتكون بعنوان الإنسان العصامي، وهنتكلم فيها عن المبادرة المصرية السنغافورية لريادة الأعمال جو، وهيكون ضيوفنا فيها الإعلامي الدكتور معتز بالله عبد الفتاح المشرف على المبادرة في مصر، والدكتور مجدي عبد الحافظ صاحب فكرة المبادرة ومؤسسها في سنغافورة. وفي الفقرة الثالثة طبعا هيكون معنا الشيف حسن حسونة ومطبخه وأكلاته اللي ملهاش آخر. والسؤال الأسبوعي هو: من هو الملحن الذي قام بتلحين النشيد الوطني؟ بليغ حمدي، زكريا أحمد، سيد درويش، ولا محمد عبد الوهاب؟ طبعا في الفقرة بتاعت جو أكاديمي، أنا الحقيقة متشرفة جدا أن الدكتور معتز بالله عبد الفتاح هيكون موجود في فقرتنا، وهو تكرم علينا وجاي، وأنا فرحانة بيه جدا لأن أنا من مدمنين سماعه على الراديو، وبالذات حافظة الإفيه اللي هو دايما يختم بيه لما يطلع فاصل 6 في 6 في 36. أنا يعني بجد سعيدة جدا أن أنا هتقابل مع الراجل العظيم ده، وهيكلمنا وهنتكلم وهنتناقش في حاجات كتيرة جدا خاصة بالتعليم. نطلع دلوقتي بريك ونرجع لفقرتنا الأولى. ده الاسم اللي احنا اخترناه للمشروع بتاعنا. انا ميار ومعايا صاحبتي سارة. احنا قررنا ان احنا نعمل حاجة جديدة وفكرة جديدة، فعملنا بطيخ متقطع سلايسز ووقفنا بيه على صواني في شارع المرغني. هو احنا زي سنة رابعة في سيسو اقتصاد، فالمفروض علينا graduation project، هو المفروض كليتنا نظرية بحتة، ففكرنا ازاي نحاول الحاجات اللي احنا بناخدها في الجامعة لحاجة عملية زي ما بيعملوا برا في الجامعات وكده. فقلنا نعمل المشروع ده ونتعلم ازاي نديره بالحاجات اللي احنا خدناها، وهو هدفه مش مادي قوي اكتر ما هو ان هو اداري، يعني حاجة ازاي نتعلم نديرها ونكبرها في المستقبل يبقى مشروع كبير. بننزل على حسب، ساعات بيبقى في ايام عندنا مثلا امتحانات او عندنا بروجكت المفروض نخلصه فبنقعد في البيت، لكن غير كده بننزل. بس احنا اصلا الهدف بتاعنا مش عائد مادي، يعني احنا مش نازلين عشان المادة على قد ما احنا نازلين ان احنا عايزين نعمل حاجة جديدة ونشوف هندير المشروع ازاي، وبرضو نغير شوية فكرة او وجهة نظر الناس والمجتمع عامة ان البنت ما ينفعش تقف في الشارع وما ينفعش تعمل حاجة، والبنت طالما مش محتاجة خلاص ما ينفعش تشتغل. لا، احنا شايفين ان احنا حتى لو مشروع صغير الشباب ممكن يبتدوا ببطيخة واحدة ويحققوا انجاز. يعني شفنا ترحيب حلو قوي، يعني حتى كان في ناس بيدعوا لنا وناس يجيبوا لنا هدايا، ناس جابوا لنا شوكولاتات. لا يعني كان رياكشن الناس كان حلو قوي الحمد لله. احنا بس عايزين نقول ان هو لو بحاجه بسيطه خالص انت ممكن تبتدي المشروع بدل ما تفضل قاعد على كافيه، يعني لو بطيخه ب 30 جنيه انت ممكن تبيعها وتعمل منها حاجه الناس تشتريها وانت تعود عليك بعائد وما تبقاش قاعد في البيت. يعني انا فرحانه قوي بالبنات دي، لان لو اي حد عنده قناعه انه لازم يشتغل عمره ما هيتكسف انه يشتغل اي حاجه في الدنيا، ومشوار الالف ميل بيبدا بخطوه، المهم انك تاخد الخطوه وما تكسلش،
ميار وسارة طالبتين في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان عندهم قناعة بأن مشروع العمر ممكن يبدأ بمبلغ 100 جنيه بس، فقرروا أنهم يخوضوا تجربة العمل بفكرة جديدة ومجنونة على مجتمعنا. ميار وسارة قرروا أنهم يبيعوا عصير وقطع البطيخ في شارع المرغني في مصر الجديدة. ميار وسارة أهلا بيكم. انتوا ما عندكوش فكره انا مبسوطه بيكم قد ايه، لانه اشمعنى المشروع ده اللي انتوا فكرتوا فيه برغم ان انتوا بتدرسوا في كليه محترمه، وواضح ان انتوا يعني احتياجكم المادي مش لدرجه ان انتوا تقفوا تبيعوا في الشارع، ايه اللي خلاكوا اقدمتوا على الخطوه دي؟ هو اصلا في الاصل احنا ما فيش الحمد لله احتياج مادي، يعني هي الفكره كلها ان احنا فكرنا ان احنا عايزين نعمل مشروع. احنا كليتنا نظريه جدا، ما فيهاش اي فكره مشروع. تاني حاجه ان احنا عايزين طب بعد كده بقى نعرف ندير مشروع. انا وصارن فكرنا ان احنا عايزين نعمل حاجه نكسر الروتين شويه. بالظبط. والله صحيح. ففكرنا ان احنا طب لما بننزل الشارع او كده مش بنلاقي اوبشنز كتير او اختيارات كتير قدامنا، ان احنا حد عايز ينزل يتمشى الجو حر، ايه الاختيارات اللي قدامه غير ان هو يقف في كشك يجيب ميه يعني. لا، واحلى حاجه ان انا ابقى قاعده في عربيتي وتجيلي الكوبايات اللطيفه دي فيها بطيخ متقطع او سلايس كمان. احنا جايبين بطيخ. بنعترف. ليه بتقولي بتصيحي لي ليه؟ بنعترف برضه عشان التكلفه. لا، خلي البطيخه دي على جنب. طب قولي لي مين بقى اللي بيحضر لكم احنا بنعمل كل حاجه. انتوا؟ احنا نرجع من الجامعه بسرعه بسرعه نجيب البطيخ ونقطعه ونعمل كل حاجه ونلحق بقى عشان ننزل من الساعه 5 كل يوم، نلحق نشتغل بقى يعني. هو بيبقى فول داي. طب انتوا زملاتكم بقى عندكم في الكليه مستقبلين الموضوع ده ازاي؟ لا، هي الناس عامه كلها مستقبله فيه وحش وفيه حلو طبعا، في انتقادات وفي بس زمايلنا اللي معانا مش مبين لنا قوي الحقيقه يعني، اكيد هيقولوا لنا حلو. ممكن يكونوا متضايقين منكم عشان انتوا بتعملوا حاجه ناجحه. والله احنا ما نعرفش، بس هم يعني في ناس لا شجعتنا وجت اشترت مننا وفضلوا واقفين معانا، وفي ناس تقول لنا طب اساعدكم واعمل لكم، بس في ناس برضو في نفس الوقت تقعد تقول لا دول بنات وليه يوقفوا كده لا البنات دلوقتي بيعملوا كل حاجه في الحياه. ده حاجه اسمها عيب، وده انتوا بتشتغلوا شغلانه رافضين يعني. مع ان حتى يعني فكره الوقفه في الشارع دي اتعملت كتير قبل كده، بس كان كلهم ولاد، ما سمعتش الانتقادات دي من حتى احنا دي وكده في ناس دخلوها ازاي. طب العائد الاقتصادي يعني انتوا مثلا بتشتروا بطيخه وقولوا بكام مثلا؟ بنشتريها ب 25. 25 لسه غالي. ايه؟ هو لسه غالي طبعا عشان في اول. طب ايه العائد المادي يعني بتكسب ايه، او اقتصاديا بقى بما ان انتوا في كليه الاقتصاد يعني؟ هو العائد المادي دلوقتي مش كتير، عشان احنا بنحاول دلوقتي اكتر ان احنا نعمل زي ماركتينج للموضوع الاول. أيوة. ونشوفه، فمش هننزل مثلا بسعر البطيخ غالي واحنا نكسب، احنا عاملينه بسعر قليل يعني، او مش عارفه قليل ولا لا، هو 5 جنيه يعني. البطيخه مثلا بتكفي تعملي كام كوبايه من دول؟ البطيخه بتعمل مثلا حوالي العصير اكتر حاجه بتاخد يعني، العصير ممكن ياخد مثلا 4 كوبايات تبقى نص بطيخه، عشان ما بتزودش ميه خالص، هو بطيخ بس بيور. طب سوري في السؤال ده، الكوبايه بكام بقى العصير او البطيخ؟ احنا الاول كنا نازلين بيها ب5 جنيه، بعد كده لقينا ان احنا بنخسر جامد قوي، لا قلنا لازم نغلي، قعدنا نعلي بقى 7، ثاني يوم نجيبها ب10 يعني، اللي خد اول يوم ده كسب خلاص بجد يعني. هو اخر سعر وصلت له 10 عشان طيب كده تكلفه الكوبايات وتغيير يعني طبعا كفير. اصل هي عمليه برضو مكلفه يعني، فعلا زي ما انت بتقولي انتوا بتقطعوا حتت صغيره وتحطوها في الكوبايه، او برضو كوبايات البلاستيك، وبنجيب الراب اللي بنلف بيه، بنجيب الستيكس اللي بنحطها، بنجيب تلج للايس بوكس، فتكلفه البطيخ هي اقل حاجه تقريبا. انت هتخليني اعيط كده يا مهير والله. هي دي التكلفه بتاعتنا. طب ما فيش بنات تاني اقترحوا عليكم انهم عايزين يخشوا في المشروع معاكم؟ لا، في ناس كتير قالت لنا نساعدكم، انا لما نشر في كذا مكان، مدينه نصر، الزمالك، كذا حته، فساعتها بقى ندخل معانا ناس تانيه. يدخلوا الناس التانيه، انتوا بقى اللي تجيبوا لهم البطيخ ومش عارف ايه وكده، ولا كل حي مثلا فيه بنتين او ثلاثه هم يتكفلوا بالمصاريف احنا كلها؟ احنا نجيب البطيخ؟ لا، احنا اللي نبقى دايرين الموضوع، هم زي اكنهم موظفين يعني، تبقى حاجه موظفه بطيخ. موظفين يعني انا اروح اقول لهم في البيت انا موظفه في وزاره مصنع يعني بطيخ؟ لا يعني قصدي نبقى احنا اللي مشغلينهم يعني. مشغلينهم اكيد. تعبيراتها غريبه. تعبيراتها غريبه. انا ملاحظه من ساعه ما دخلت انت صوتي رايح، قلت لها يا حبيبتي مش هتغني. بالظبط. طب قولي
قولي لي يا ميار، اكيد اتعرضتوا طبعا لمواقف طريفه جدا في الشارع. يا حبيبتي الحمد لله، يعني ده انتوا ايه؟ طب ايه اللي يعني مثلا في باص مثلا يقف يعدي قدام شويه يقول لنا هي بتبيعوا ايه؟ فنقول له بطيخ مثلا بكام؟ 5 جنيه. فيا طب تعالوا هاخد. فيجي مثلا نقرب يقول لنا فين بقى اللي ب 5 جنيه؟ امشي يا بت. يعني بالاخر بتهزقوا شويه. لا لا بس لا بالعكس، معظم الناس والله كانوا بيشجعونا. واكيد في ناس بتعاكسكم طبعا. ده العادي، بس يعني مش احنا لو ماشيين عادي لو نزلنا من البيت عادي هنتعاكس، فدي مش مؤثره فينا. انا 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 معجبه بشجاعتكم جدا ان انتوا بتنزلوا في الشارع وتبيعوا وتعملوا. طيب قولي لي بقى، احنا طب ايه بالنسبه للبيت عندكم، هم مش معترضين ولا عادي؟ هم في الاول اول لما قلنا الفكره لا كانوا مشجعين جدا، يعني حبوا الفكره قوي، حتى ما جاش دماغهم اصلا فكره الشارع غير بعد ما شافوا الانتقادات وكده. بس الاعتراضات طبعا دلوقتي بقى عشان المذاكره والامتحانات. ده عندها هي، انا عندي معترضين عادي. معترضين عادي؟ بتكلم عادي. انا البيت يعني بيقولوا لك ايه في البيت؟ انت هتبيعي بطيخ في الشارع وبتاع؟ لا يعني مامتي وبابايا فكره جديده وحلو يعني مشجعيني قوي. اخويا بقى لا طبعا، وايه المنظر ده وبنات تقف بطيخ. طب انا عايزه اقول لكم على حاجه، طب ايه رايكم لو رحتوا مثلا النوادي؟ يعني مثلا هناك طبعا في محلات للايس كريم وللساندوتشز والحاجات دي. احنا فكرنا فكرنا ننزل اللي هو ايفنتات بقى اللي بتبقى حفلات بالظبط. جامعات، في ناس برضو قالوا لنا انزلوا كذا جامعه تقفوا برضو بيبقوا عاملين ايفنتات وكده. ايوه ننزل نبيع بالظبط، او في النوادي او كده. يعني انا بناشد المسؤولين صحيح حقيقي، يعني طبعا انتوا بتشتغلوا بس ممكن تجي لكم معاكسات قانونيه بعد كده. ده وارد. فانا عايزه اقنن اوضاعكم، يعني بناشد المسؤولين فعلا انهم يساعدوكم في ان انتم بتشتغلوا، انتم بتشتغلوا بتعملوا حاجه كويسه، ما بتبيعوش حاجه وحشه. ومش انتم بس، انا بناشد المسؤولين انهم يدعموا الشباب كله، يعني بدل ما في بنات زيكم شكلهم حلو بيلبسوا حلو ومش في احتياج مادي لانهم يشتغلوا شغلانه زي دي، لكن بالرغم من كده نزلوا الشارع وبيكقص. ده كفاح ان انت تقفي وتبيعي على باب ما بتخلصي شقه البطيخ. احنا فعلا بنكافح، احنا بقينا ما بنعيش وقت ناكل، بنتغدى نجيب الغدا في العربيه في الطريق واحنا رايحين. معلش كل ده حلو، ده كل ده اجتهاد حقيقي صدقوني، ده منتهى يعني ان انتوا بتبصوا لقدام جدا للمستقبل. فده شيء لازم كلنا نشجعكم عليه على فكره. طيب انا عايز اسالك سؤال خاص بالبطيخ، لان انا من محب البطيخ بصراحه. انا بعشق البطيخ. طب الحمد لله هاجي لكم، هنزل لكم شارع المرغني. يا ريت. والله اما بتروحوا تشتروا البطيخ بتشتروه من الفكهاني ولا من سوق الخضار او سوق الفاكهه؟ لسه من الفاكهاني عادي، لسه بنخسر. طيب ما تنزلوا سوق الجمله. ما احنا عايزين مستنين. بقى يعني مستنيين ان احنا حتى نخلص نعدي مرحله البروجكت والامتحانات دي ونبتدي بقى فعلا ننزل سوق. اصل لو نزلتي سوق الجمله هتلاقي اقل من كده كتير. كتير. طب وانتوا بتفهموا بقى في البطيخ كويس اللي بيقعدوا يطبلوا عليه؟ لا لا ابتدينا نعينها كده. طبعا بتاع 20 بطيخه قرعه اترمت. لبسنا وتلاقي الراجل واثق قوي، لا خدي البطيخه اللي فرعها مش عارف عامل ازاي، اقول له على ضمانتك على ضمانتي. تفتح في البيت الاقيها قرعه بيضة. انزلها بيضة. طب ما طب ما هو لازم والله. يعني في قبل كده فكاني رجعني نظرة كده بيروح ماسكين البطيخه خبطين عليها يعرفوا دي كويسه ولا لا. يشتغلون على طول يعني. طبعا لازم يشتغلوا. يعني والله رجعني، يعني كنت منقيه واحده دي لا دي مش حلوه، بصي خدي قشرتها طالعه كده وعامله مش عارف ايه. رحت خدتها لقيتها قرعه، قلت له خد يا بابا. رجعت له تاني خد قشرتها عريضه. طب وانتوا لما تتخرجوا بقى وتشتغلوا بقى ممكن تبقوا سفره، ممكن سلك الدبلوماسي؟ احنا اقتصاد اصلا مش سياسه. مش سياسه؟ اوكي. ممكن تشتغلوا ايه؟ ممكن ما تشتغلوش عادي، ممكن تنموا بقى الشغلانه بتاعتكم دي. ما احنا يعني تفتحوا محل بقى، تعملوا عربيه شكلها لطيف وتقفوا عليها. احنا نعمل كده. انا الاول كان عاجبنا فكره التريز دي انها مختلفه عن العربيات والعجل واللي هم بيعملوه دلوقتي. بس نفسنا بعد كده نعمل بوس يبقى كله، وندخل كمان غير البطيخ كله بقى فاكهه بشكل كبير. فاكهه باشكال كتير. طب انتوا ليه ما تعملوش كده؟ انا هتعملوا ده في الاجازه وعاملين الديزاين بتاع العربيه وديزاين حلو الوان لطيفه كده. عايزين حاجات ورود معاها وبيضه وحاجات كده. بيضه؟ ما هتبيع بيض؟ لونها ابيض. لونها ابيض عشان نسميها فاكهه.
عشان شم النسيم لسه معاكي. وتحطوا ارنب طالع من الحاجه. لازم والله هنظبط الشعب ما تقلقيش. طب وانتوا ما فيش فيكوا واحده مخطوبه ولا؟ لا الحمد لله. لا مش متفرغين للموضوع. طب لو جه عريس لي حد فيكم يعني واشترط عليكم انكم تبطلوا بطيخ؟ لا جه ومشي قبل كده. جه ومشي يعني البطيخ عندك ابدا من العريس؟ الشغل عامه ابدا من العريس. مبدا الشغل ابدا من اي حد يعني. وبعدين ده يعني هيتجوز واحده هيبقى بتبيع بطيخ عايز اكتر من كده يعني؟ واحده بتبيع بطيخ. طب انا عايزه اقول لكم على مشروع تاني كمان يعني مع البطيخ. المانجا تبيعوا مانجا مع عصير مانجا وكده. بس هي مدتها قليله يعني. معلش سعرها غالي. لا انت هتشتغلي بقى بسعرها غالي مش سعرها غالي. لا نصحى قوي. لا لا انا ما بقولش بالك. ما عند الفكهاني ليل نهار يعني. انت لازم تفتحوا فكهاني عشان تبقوا كده. دي اسهل حاجه. اه والله. نزرع ارض. افكر نزرع. طيب انا بحييكوا جدا طبعا. وانا زي ما عملت ونشدت المسؤولين انه لو اتقنن الموضوع ده يقدم لكم تسهيلات. ما يقعدوش بقى يقول لكم هاتوا رخصه من مش عارفه ايه وادوا ورقه فين واعملوا ايه. يعني المفروض ان تتسهل الحاجات دي لان الشباب بيشتغل يا جماعه. شباب عايز يعمل لنفسه كيان حتى ولو كان في البطيخ. وانت صوتك وانت بتقولي خدي بالك تراقبي. لا والله وانا بقول لبابا وماما سيبوا ميار تشتغل يعني ارموها كده في النار. ارموها. دول بنات رجاله بجد انهم ينزلوا الشارع ويبيعوا حاجه. دول بنات ما يتخافش عليهم. ربنا يحميكم يا رب ويحرسكم. انا متشكره قوي. مفيش بطيخه جت معاكم؟ معانا لنا كده ايد ورا وايد. لا معانا معانا فين نبل رقنا؟ نبل رقنا فين يا ستي وانا شفت حاجه؟ طيب بشكرك جدا يا ميار. بشكرك جدا يا ساره. ودلوقتي للفقره الجايه ان شاء الله. اتفضلي. احساس بالفخر والرضا بينك وبين نفسك لما تكون بنيت حياتك بنفسك طوبه طوبه. لما تكون اجتهدت وتعبت في كل مراحل حياتك لحد ما وصلت لهدفك. لما ذاكرت وانت طالب وتفوقت على زملائك. ولما اجتهدت في وظيفتك او في مشروعك وقدرت تتميز بين كل اللي حواليك. يعني باختصار كنت شخص عصامي طول حياتك. لا عمرك اعتمدت على حد ولا طلبت مساعدة حد عشان توصل للي انت وصلت له. معانا النهاردة فقرة مختلفة. هنتكلم عن التعليم وازاي ممكن نطوره. ليه دايما بنتكلم عن تطوير التعليم وتطوير المناهج لكن مفيش حاجة بتحصل؟ كأننا بنخترع العجلة رغم ان في دول تانية كتير اخترعت العجلة من زمان. طب ما نعمل زي ما الدول التانية دي بتعمل ونخلص. النهارده معانا اتنين من الخبراء في التعليم عملوا مبادرة جديدة اسمها المبادرة المصرية السنغافورية لريادة الأعمال جو. تعالوا نرحب بضيوفنا ونفهم منهم جو ايه وايه فايدتها لينا. معانا الإعلامي الدكتور معتز بالله عبد الفتاح والمشرف على المبادرة في مصر، والدكتور مجدي عبد الحافظ صاحب فكرة المبادرة ومؤسسها في سنغافورة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شرفتونا يا فندم النهارده. عايزين نعرف من سيادتك إيه جو دي؟ وإيه فايدتها؟ اتفضل اتفضل يا دكتور. فكرة جو، بص حضرتك الطالب المصري يعني ما تصدقيش حكايه ان هو اذكى طفل في العالم ولا ان هو اغبى طفل في العالم. ده مش صحيح. هو زيه زي بقيه العالم. لو اتعلم كويس هيطلع فاهم، لو ما اتعلمش كويس هيطلع مش فاهم. موضوع بسيط جدا. زي النقاش المصري والسباك المصري والسواق المصري والطبيب المصري. زي يعني لا جديد يعني. احنا زي الدنيا كلها. بس احنا ما بنعلموش كفايه المهارات. احنا بنركز قوي على الجزء الخاص بالمعلومات. حضرتك بص لك كتاب التاريخ، كتاب الفيزياء، كتاب الكيمياء مليان، طول جبل الهيمالايا ونهر الامازون ومش عارف الشعر، ويحفظ نص قد ايه؟ تلاقيه حافظ 15 نص اللي هو بيحطهم في الامتحان ده لو حفظهم وبيروح. والتواريخ او التواريخ وكلمتين ويعني بيحاول دايما بيعتمد على اللي احنا بنسميه الذاكره المؤقته. ما فيش حاجه بتفضل يعني بتبقى جزء من تكوينه، جزء من هويته، جزء من شخصيته. يعني بالاخر ما بتعلمش مهارات. لما احنا جينا قارنا التعليم في مصر بالتعليم في الدول المتقدمه، احنا بنتكلم عن سنغافوره، كندا، فنلندا، اليابان الى اخره،
لقينا ان جزء المهارات عند المصريين ضعيف جدا، وبالتالي ده يفسر لنا بقى يعني ليه احنا تاريخيا يا عبد الناصر قلنا نعمل اشتراكيه وفشلت. ما انت عملت اشتراكيه من غير اشتراكيين، هو الناس كانت فاهمه يعني اشتراكيه، انت فجاه قلت له هنعمل اشتراكيه وهو مفيش اشتراكيين ففشلت. جيت مع ايام السادات عبينا نعمل راس ماليه ومفيش راس ماليين ففشلت. جينا حتى بعد 25 نعمل ديمقراطيه ومفيش ديمقراطيين ففشلت. الفكره ببساطه احنا عايزين ندخل مباراه سله وما تدربش سله. فكره المبادره المصريه بقى السنغافوريه دي هي ان احنا ناخد من سنغافوره اللي هم متفوقين فيه واللي مش عندنا، الى بناء الشخصيه القادره على انها تدخل مجالات الاعمال. ليه هي بمطالبه بساطه؟ حضرتك عارفه ان في 200 مليار جنيه رصدهم الرئيس السيسي وطلب من محافظ البنك المركزي ان هو يوفرهم للبنوك او البنوك توفرهم للشباب علشان يعملوا مشروعات صغيره ومتوسطه ومتناهيه الصغر. هل الشباب دول يعرفوا ازاي يعملوا مشروعات صغيره ومتوسطه ومتوسطة؟ الاجابه لا. لا كلياتنا بتدربهم ولا مدارسنا بتدربهم ولا اخر، عشان مفيش حد بس وجههم، مفيش بالظبط كده. فعايز اساس، طب يا ابني انت بتعرف تشتغل نقاش؟ لا. طب تعالى اعلمك نقاش. نفس الكلام، انت بتعرف تعمل بيزنس خاص بيك؟ الاجابه لا. طب تعالى احنا هنعلمك. هنا بقى جت المبادره ديت، واللي الحقيقه كان نقطه البدايه فيها كان الدكتور مجدي هو اللي استدعاني يعني ومع زملاء اخرين، وبدأنا نفكر طب نعملها ازاي، ومن هنا جت فكره جو. طب دكتور مجدي حضرتك بتاخد يعني هم الطلبه بيتقدموا لل هي ايه مؤسسه للمبادرة او مؤسسه يعني سواء كانوا في مدارس او في جامعات، وبيملوا ابلكيشن يقولوا هم عايزين يبقوا يتعلموا ايه او ايه الحرفه اللي ممكن يتعلموها؟ لا، هي المبادره دي خاصه بالاطفال. بالاطفال؟ بالاطفال بس، من عمر 8 ل 18 سنه. الشباب يعني؟ الشباب، اطفال والشباب لحد 18 سنه. تمام. وبتبدا من عمر 8 سنين. هي الهدف منها هي زرع ثقافه رياده الاعمال. احنا بنزرع ثقافه، احنا زي ما قال دكتور معتز بالظبط، احنا المثل اللي اعطاه انه احنا كنا محتاجين نزرع ثقافه الاشتراكيه، ثقافه الراسماليه، ثقافه الديمقراطيه في المجتمع الاول، وبعدين نتحول الى زي ما اللي عاوزين نتحول للعمل. احنا هنا بالنسبه لرياده الاعمال الدوله وفرت فعلا 200 مليار جنيه، لكن الشباب اللي متخرجين من الجامعات دول وبيبحثوا عن وظائف ما عندهمش ثقافه رياده الاعمال، ما يعرفوش يعملوا ايه. خلينا ناخد مثال صريح جدا، البنتين ميار وساره النهارده اللي احنا فخورين بيهم جدا. ودول بيكونوا نموذج حلو جدا للي عندنا للشباب هم كمان كليه سياسه واقتصاد وطلبه الدكتور معتز يعني وعدهم انه هيروح يزورهم. فدول دول الحقيقه هم عندهم الميول الانتربرينوريال، ميول الرياديه انهم يكونوا رواد اعمال. فبدأوا الفكره فكره ابداعيه، فكره ابتكاريه، ان هم ينزلوا ويأسسوا مؤسساتهم الصغيره قوي. ما دي تعتبر مؤسسه صغيره بالظبط، مؤسسه صغيره قوي وفيرس يعني بيسموها مايكرو انتربرايز، متناهيه الصغر يعني على قدهم بالظبط، وبدايه صغيره جدا. هم قالوا ابتدوا ب 100 جنيه مثلا بالظبط، بس دي فكره ابداعيه، فكره مبتكره يعني. هو ده اللي احنا بنسميه الانتربرينورشيب. بس هم دول عندهم الروح دي، عندهم السبيريت دي، لكن ما عندهمش حد. لو تلاحظي وهما بيتكلموا قالوا انه في الاول خسروا لانهم سعروا غلط، وبعد كده راحوا التسعير بتاعهم ما كانش مظبوط فاضطروا ان هم يغلوا شويه. وبعدين ان هم بيروحوا يشتروا البطيخ من الفكاهين بالظبط. احنا بقى هنا اللي بنعمله ان احنا بنعلم الاطفال من صغرهم وعمره لسه 8 سنين ولا 10 سنين ازاي يسعر، ازاي يعمل عمليه تسعير، وازاي يروح للمصدر اللي يجيب منه المنتج بتاعه او مصادر الانتاج بتاعته. زي ما قلت لهم يروحوا سوق الجمله او يروحوا سوق الجمله مثلا. دي الحاجات دي بيتعلموها. بعدين هم النهارده ساره وميار هيكبروا، بكره هيكبروا ان شاء الله ويبقوا كبار جدا ويبقى عندهم مؤسسه كبيره جدا ويبقى عندهم يمكن فرانشايز وينتشروا في مصر كلها. من هنا لازم نربيهم من صغرهم على انهم لما يبقوا كبار هيعملوا ايه. في مسؤولية عليهم للدولة، في مسؤولية عليهم للمجتمع. أكيد. لازم الحاجات دي كلها لازم في إيثكس. طبعا. لازم يتعلموها entrepreneurial ethics. لازم الأخلاقيات رواد الأعمال. دي لازم يتعلموها. إحنا ده بنعلم الأطفال الحاجات دي. طب دكتور معتز حضرتك قلت من 8 سنين ل 18 سنة. نعم. طب ما بعد 18 سنة؟ ما هو في دلوقتي عندنا كميات كبيرة جدا من الشباب خريجين جامعات. قاعدين وزي ما حضرتك طبعا عارف وانت سيدي اللي عارفين يعني كل واحد يقول لك مثلا روح يا ابني اشتغل في اي حاجه مؤقت على بال ما تلاقي شغلتك، ما بيردوش يشتغلوا. طب نعمل ايه في الشباب دول؟ يعني انت بتربي جيل من 8 سنين
خلينا نقول ما يلي. هو احنا طبعا غلطنا، يعني احنا الناس الاكبر مننا ما لحقناش، واحنا كمان غلطنا ما لحقناهمش. فاحنا دلوقتي لازم نعمل نتحرك على مستويين، ان احنا ناخد الاصح اللي احنا بنعمله، ان هو حد في سن 8 ل 18 طبعا. عشان بتبقى جزء من تكوينه. فكر بقى انك تشتغل في الحكومه، الحكومه مش هتوظف، عندهم 7 مليون مواطن بيشتغلوا في الحكومه، عدد كبير جدا، اكتر كتير جدا من احتياجاتنا، فمش هتعين تاني، يا دوبك بس ممكن تعين المتفوقين في بعض المجالات، يعني حاجات زي كده. فخلاص لازم يكون واضح انه احنا ماشيين في اتجاه واحد اجباري، وهو اتجاه القطاع الخاص، سواء في حدوده الادنى او في حدود القصوى، انك انت تعمل شركه كبيره وتكون جزء من شركه كبيره موظف الى اخره. الجيل بقى اللي بعد 18 سنه هنحاول نعمل له حاجه تانية. احنا الحقيقه يعني كنا مركزين على 18 لغايه ما اكتشفنا واحنا بنعمل السوفت اوبننج او الاحتفال الافتتاحي بتاعنا، انه ناس كتيره في سن كبير قالت لك طب وانا يعني حد مثلا حاجه و20 او طب انا هروح فين. فالحقيقه اتكلمنا يعني كشركة مع بعض انه لا، ما احنا برضو علينا واجب تجاه هؤلاء. هي الفكره بس كلها ان احنا لازم ننظم وقتنا، يعني وقتنا وورقنا. احنا مش عايزين يعني عارفك نفتح واحنا ما نكونش بنقدم خدمه حقيقيه نكون احنا راضيين عنها. احنا زي ما احنا بنعلمهم الاثكس او اخلاقيات إرادة الاعمال، احنا لازم نلتزم بيها احنا كمان. لكن لا شك انه في بالنا ان احنا المجموعه اللي فوق 18 سنه هيكون لها نصيب باذن الله في التدريب ده. طيب حضرتك الطالب هو اللي بيجي يتقدم للمؤسسه دي، ولا انتوا بتروحوا بعض المدارس وبيبقى مثلا بتعرضوا عليهم ان هم لانه الاثنين؟ يعني في احيانا هيبقوا هم اللي هيجوا لنا، يعني هيعرفوا هيوصلوا لنا بقى عشان مثلاً. بس الساده المشاهدين يبقوا كمان معانا انه اللي عايز يلتحق بالمؤسسه دي يعمل ايه او ايه الخطوات. هو احنا في حل زي ما الدكتور معتز قال، في حالتين. أيوة. ان هم بيجوا لنا، في عندنا مراكز للتدريب للمعدة خصيصة لكده. أيوة. وبيجي الطفل عند المركز التدريب ويدخل، ممكن يدخل الفروع موجوده على الويب سايت اللي هو jo-academy.com. ف هينزل دلوقتي ان شاء الله. فممكن يدخل السنترز يقدمها بعد كده. طبعا مدارس دلوقتي يبتدي الصيف، يعني بعد كده ان شاء الله في برنامج ان احنا بنتعاون مع المدارس لتقديمه في المدارس. البرنامج بس حبيت اقول ان هو ساعتين بس في الاسبوع، يعني ما بيبقاش عيب عليهم في الدراسه او الاهالي يقولوا ده ساعتين في الاسبوع. زي سنغافوره فاكر اقصد ايه يعني. هو ببساطه يعني هي الفكره كلها زي ما حضرتك قلت في النص، مش عايزين نخترع العجله. هم بيعملوا ايه في سنغافوره؟ بيقولوا 1 2 3 4 5 هات ده بقى واعمل له ري ادجستمنت او خليه يناسبنا احنا في واقعنا، فعلا نعمل نفس القصه ده. بس هو الفرق هناك طبعا هم عدد المدارس يعني اكبر وعدد الطلبه اقل، فالكلام ده بالنسبه لهم بيدرسوه عادي، يعني ده جزء من مقرراتهم العاديه يعني. وحتى لو في نشاط اضافي فده عشان يدعم ده. احنا طبعا ما بندرسش الكلام ده في مدارسنا، فعشان كده احنا بنحاول نعمل حاجه شبهه. بس المقرر جاي من سنغافوره، الناس اللي اتدربت زي اللي بالظبط في سنغافوره بيتدربوا، كانك بالاخر خلاص كده هتطلع مواطن مصري بس متدرب تدريب سنغافوري. ليه؟ لانه مع الاسف الشديد كتير مننا ومن خريجينا بيروح دلوقتي يشتغل في دول الخليج بيقول لك لا مش عايزك، ما انا عندي الباكستاني احسن منك والهندي احسن منك واحنا الفلسطيني والاردني ولا اخره. فانا بقول له لا، ما هو انت سوقك دلوقتي السوق المصري النهارده مش مصر بس، الدول العربيه كلها، الشرق الاوسط كلها. فعشان كده احنا عايزين نرتقي بالتعليم لاعلى مستوى عالمي، علشان لما يروح ما يقولوش لا انت مصري، يعني طبعا اسف ان اقول كده، لا تعالى على جنب شويه اصل انتوا تعليمكم مش قوي، لا هيقول ده انا خدت برامج اضافيه خلتني زي مستوى اللي جاي من سنغافوره او جاي من كوريا الجنوبيه او كندا او او. طيب انا هسال سؤال كأم، يعني انا لما يبقى عندي ابن او بنت عندها 8 سنين هي غاويه مثلا، ايه انا هكتشف فيها ده ولا لما هتروح عند حضرتك هتكتشفوا فيها موهبه ما؟ لا مش لازم يكون عندها موهبة علشان تكتشفيها كأم أو كده. كل الأطفال يدخلوا. كل الأطفال اللي احنا بنعلمهم الانوفيشن، بنعلمهم الابتكار والإبداع. يعني مثلا من ضمن، تسمحي لي مثلا أتفضلي. هو ده لو طفل أو طفل عمره 8 سنين، ده الكتاب اللي هو جونيور البوك 1 بياخد هو احنا بس عندنا مستويين من 8 ل 12، دول بنسميهم جونيور، ومن 13 ل 18 دول بنسميهم التين اديشن. فالاطفال ممكن حضرتك توري لي الكاميرا بعد اذنك الكتابين كده انا سالك في ده. ده التيم وده الجونيور. اوكي ده أيوه. بوك 1 هم 4 كتب اكتيفيتي بوكس. ايوه الـ من ضمن الحاجات اللي بياخدها الطفل ده حاجه اسمها ايديا جورنال، اللي هي افكار. احنا بنعمل زي في جو زي مصنع للافكار. بنعلم الاطفال ازاي يبتكروا افكار جديده تنفع تبقى بزنس، لانه اي بزنس ناجح بيعتمد على فكره ناجحه
انه الفكره تكون فكره بيزنس فعلا الناس محتاجاها. فالفكره الناجحه والفكره المبتكره هي الفكره اللي تحل مشاكل الناس. فبنقول للطفل خد الكتاب ده، خد الايديا جنرال دي، كل ما تقابلك مشكله اكتبها، كل ما تقابلك مشكله اكتب المشكله اللي بتقابله، وبعدين بنبص للمشاكل دي في حلول. انا الحلول هي مشكله في حياته، مشكله في التعليم، مشكله في الاسره. لو ماشي في الشارع وعطش وما لقيش حاجه ياكلها، يا سلام لو كان حد يدينا عصير بطيخ دلوقتي، هنا تطلع فكره انه يعمل عصير بطيخ ويبيعه في الشارع. فكره بسيطه جدا. أيوة. اي مشكلات البسيطه جدا، يدخل مثلا يجي يشرب من المج ويلاقي ان ايد المج مش مناسبه او بيوقع عليه، يقول لو كان المج ده يبقى شكله كذا، او يبقى الفكره بتاعته انه يروح يصنع. يعني احلامهم يحلموا. ما هي حضرتك الحياه عباره عن عرض وطلب. ايوه احنا بنطلب خدمه، بنطلب سلعه، بنطلب حاجه. يعني انا في يوم من الايام كنت عايز القلم ده بادخل من كده شويه، طب يبقى لازم في حد ما ذكي يعرف ان هو لو تاخر الحته دي من القلم او حط حاجه بلاستيك حواليها شويه كده، او انا هفضل اشتري القلم اللي فيه حته بلاستيك هنا تتناسب مع ايدي من ان اشتري القلم اللي شكله كده. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان خلقت سلع. الحريه جزء من تعريفات الحريه يقول لك انها قدره الناس على الاختيار. اديله 20 بديل وهو يختار ما بينهم، هو حر اكتر ما دام عنده 20 بديل، وهو حر اقل ما فيش قدامه بديل واحد او بديلين. أيوه. فالمفروض جزء من ليه المجتمعات المتقدمه بتلاقي فيها بدائل. حضرتك تدخلي مول مثلا هناك وعايزه تشتري حاجه، اي حاجه، كوبايه، تليفون، بص تلاقي 70 اختراع، كل واحد من دول هما انتربرنور بمعنى رائد اعمال. ابتدى يقول انا، طب البنات الصغيره اللي من سن كذا وكذا تفضل ايه؟ فلازم يعمل حاجه دراسه للسوق، هو السوق ده عايز ايه، وبعدين يعمل تارجتنج، استهداف، البنات اللي من سن كذا لكذا عايزه كذا، والبنات اللي من سن كذا وعايزه كذا، فيبتدي يقول طب احنا لازم ننتج ده لان ده مش هيناسب دول. فبمرور الوقت عشان هم سابقنا في الحاجات دي بمراحل، احنا طول حياتنا معتمدين عليهم، هو عمال يخترع واحنا نستورد، هو يخترع واحنا بنستورد. طب ما تيجي احنا، واحنا مثلا الشباب اللي عندنا دول ما بيفكروش، ما بيفكر، بس اديله شويه ادوات تخليه هو يقول لك طب انا كمان هخترع، ليه انا افضل مستني طول الوقت ان انا بستورد من بره؟ ما انا احاول احل المشكله بايديا. احنا عندنا التخته في مصر مش عارف شكلها كذا كذا، طب ايه الحل اللي ممكن نعمله علشان التخت بتاعتنا ديت تبقى افضل؟ أيوة. نعمل فيها ايه؟ فبص أيوة. هنا بقى نسال الاطفال، هو اللي قاعد على التخته، طب انت كطفل قاعد، انت المستهلك للخدمه دي، ايه المريحه بالنسبه لك اكتر؟ عشان فيبتدي هو يرسم تخته جديده، اقول له بس تعالى بقى، يبقى انت دلوقتي لازم تنزل السوق وتروح تشوف مين اللي هيشتري منك البتاع اللي بدل ما تعملها وتقعد على انت. أيوة. لازم يروح المدرسه ويروح يكلم ناظر ويروح يكلم كذا. فهنا بنخلق جواه عقليه رائد الاعمال. دي بقى اللي صنعت طلعت حرب وصنعت صدناوي وشمله كل الناس اللي ما استنتش الحكومه تقسم الكيكه، لا احنا اللي هنعمل الكيكه، انتوا حكومه هتاخدوا مننا الضرائب بعد ما نصنع ونبيع والاخر في ربح هيجي لنا، انتوا هتاخدوا. يعني فعارف عليك بنخلق ثقافه تانية مش للاسف مش موجوده بالقدر الكافي. ده مش وانتوا هتعانوا شويه على فكره في الموضوع ده. ده اكيد. طب مدته قد ايه البرنامج ده يا دكتور؟ البرنامج مدته 86 ساعه. 86 ساعة. يعني تقريبا موزعه يعني على 10 شهور. على اساس ان ساعتين في الاسبوع، ممكن يتكثف يبقى 4 ساعات في الاسبوع وبالتالي يبقى على 5 شهور بس. بس هو بحضرتك برضه لازم اوضح استاذ دكتور مجدي، هو ايه الفكره؟ يعني فكره ان هو اسبوعين لان هو عليه واجب هيعمله في الاسبوع، يعني هو مش هيجي اسبوع ويقعد ينطلق. هم الساعتين وخلاص. يعني هو مش تمرين سباحه. ساعتين لا لا، انت هتعمل شغل خلال الاسبوع. يعني احنا بنساعدك على انك تكتشف ذاتك ومهاراتك وقدراتك وتطور بقى. هو الموضوع فن كمان، الموضوع ممتع. يعني لما شفنا ازاي بنقدر نبدا لطيف جدا بالنسبه للاطفال من سن 8 ل 18. يعني طبعا هيبقى بالنسبه لهم زي ما حضرتك بتقول موضوع فني، يعني ان هم يقعدوا يفكروا هم بيحلموا بايه او عايزين يحققوا ايه. لو 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 رجعنا للناس الاغنياء في العالم المالتي مليونير، هتلاقي راجل وارن بافيت ده من اغنى اغنياء. اول اختراع عمله قال لك ايه؟ قال لك انا عايز اعمل فلوس. هو صغير جدا، كان عنده 7 سنين. طب نعمل ايه؟ ابتدى يبص للشماعات اللي في بيتهم ويجمعهم كده ويحطهم كذا كذا، وراح حاططهم وراح باعهم، فلقى انه كسب حاجه، كسب سنتات يعني قروش. فراح معدي على كل البيوت اللي في الكومباوند بتاعهم، ادوني الشماعات اللي انتم مش عايزينها. ابتدى يعرف فكره انه ممكن يملى الفراغ الناتج عن العرض والطلب هو بنفسه فيكسب. الناس عايزه شماعات ومفيش شماعات كافيه، انا اقدر الم الشماعات وابيعها واخد فرق الربح ده. فالى اخره. احنا عندنا كمان اطفال دكتور بعد اذن حياتك بنشوفهم مثلا على الشواطئ ساعات، وبيبقوا ولاد مش محتاجين ماديا، يقعدوا يصنعوا مثلا برسلي مش عارفه شكلها ايه، سلسله مفاتيح، ويبيعوا الحاجات دي على فده برضو من طبعا. طب هل ممكن يدخل لكم ناس او اطفال او يعني السن ده 8 ما بيحبوش نقول عليهم اطفال، ما ينفعوش انهم يعملوا ده او يحلموا بانهم عايزين ايه، ولا كل بني ادم فينا؟ هو دور البرنامج ان هو يساعدهم ان هم يعرفوا يحلموا وازاي يحققوا حلمهم
ويحققوا حلمهم صح. كل الأطفال تعرف تحلم، هم بس محتاجين تدريب ومحتاجين توجيه. هو البرنامج هنا هو اللي بيوجههم صح، بيعلمهم انه يحلم، ان كل الاحلام ممكن تتحقق، وازاي يحقق حلمه صح، وازاي يختار الفكره الصح. لكن هو المهم ان احنا لما نحلم، احنا بالنسبه لرياده الاعمال كل واحد يحلم زي ما هو عاوز، بس احنا عاوزين لما نحلم ونيجي ننفذ بقى في شركه، لانه في البرنامج زي ما الدكتور معتز قال ان هو فن وفي نوع من المتعه في الدراسه. أيه. لانه عملي، ما هوش نظري. اللي بيحصل ان الطفل بيأسس الشركه فعلا. يعني الاطفال هم مش بييجوا في جو يتعلموا ازاي يأسس الشركه، لا ده هو بيأسس الشركه من الاول، فبنعلمه الاول وبيبيع ومعاه جو دولارز، يعني معاه فلوس، يعني قصة كده، وبيعمل كل حاجه. يعني هو عايش حضرتك في اسمها المحاكاه سيميليشن. هو محاكاه لشركه بجد بالظبط، بيعملها من البدايه لغايه ما يروح يبيع، وممكن يخسر وممكن يكسب، بس لازم يعرف هو لما خسر خسر ليه، ولما كسب كسب ليه، ويصحح اخطائه، عشان ما فيش حاجه اسمها فشل. يعني في الاخر خلاص الفكره دي مش ايوه، ما احنا عايزين نقول ما ينفعش تفشل. انت هتدرب 20 حاجه لغايه ما ال 21 تشتغل، 70 حاجه لغايه ما ال 71 تشتغل، او حتى لو هو ما عندوش امكانيات انه يحقق حاجه ناجحه، لكن يفضل وراها يعني. لكن بيحاول. في الافتتاح بتاعنا كان معانا الدكتور اشرف العربي. أيوة. وزير التخطيط قال جمله في منتهى، يعني جمله مش صادمه انا عارفها، بس اقصد يعني الناس اتخضت، قالوا يا اخواننا مصر لا تواجه ازمه تمويل. يا اخوانا احنا عندنا فلوس، البنوك فيها فلوس، بس السؤال لو احنا جبت دلوقتي سين او صاد او عين من الناس اللي ماشيه في الشارع دي دلوقتي، قلت له تعال روح البنك واعمل ورقه وخد فلوس، اولا مش هيعرف يعمل دراسه جدوى، مش هيعرف دراسه للسوق، مش هيعرف دراسه للتكلفه، مش هيعرف ايه الاختراع اللي هو هيختار، ايه الحاجه الجديده اللي هو هيقدمها للناس. خد الفلوس، هل هيعرف يطبق اللي هو قاله ده؟ ما هو برده ما اتدربش. طب الفلوس هتضيع منه، هنعمل فيه ايه؟ هرجع الفلوس دي ازاي؟ فعارف حاجه اقصد ايه؟ احنا عاملين زي اللي عندنا الكوره وعندنا الملعب وعندنا الاستاد وعندنا كل حاجه جاهزه، بس ما اعرفش العب كوره. فاحنا بقى عايزين حد يعلمنا الكوره، ادي الجون بتاعك اهو، شوف على ده وزي لعيبه الكوره ما بيدخلش جون، هو ما بيعرفش يجيب جون. فاحنا عايزين نعلم. وبعدين اكتشفنا مرور الوقت ان الموضوع ابسط كتير مما يبدو، بس احنا عاملين، عارفه سعيد صالح لما قالك كل حته سليمه بس لوحدها، البلد دي انت بتجمع بس البلد دي كل حته فيها سليمه بس بعيد عن بعض، فبس قربهم من بعض تلاقي التروس تعشى وتشتغل بس. طب ايه بعد جو؟ يعني ايه اللي انتم احنا في الاول بنعمل اللي هي السيموليشن او المحاكاه. أيوه. ان الطفل بيجي بيتعلم ازاي ياسس شركه، وبياسس شركه فعلا، وبندي له حاجه اسمها جي دولار، دي عمله جو دولار خاصه بجو. وبيعمل بيختار نوعيه الشركات، وبنعلمه القانون الشركات وايه الشركه اللي هيعملها تصرف بسيط. هروح وزاره الاستثمار يعمل ايه؟ يعني لو راح وزاره الاستثمار هتقف قدام الموظف هتملى كذا وكذا وكذا. بس يا رب الموظف يفهم. هنجيب الموظف ولا ما فهمتش بقى مش فبنعلمه الحاجات دي، بيأسس شركه، وفي الاخر بنعمل له معرض بيبيع فيها المنتج اللي هو عمله. يعني هو عملي فعلا، لكنه كلها محاكاه. بعد 18 سنه دي الخطه اللي احنا اتكلم اشار ليها الدكتور معتز في الاول، بس دي مش عاوزين نبداها دلوقتي الا بعد ما يبقى عندنا جيل من جو خلاص اتعلم، اللي هو من الاطفال دول. بعد 18 سنه بقى بيأسس شركه بجد. أيوة. وبيبقى بياخد تمويل جد، بيبقى محتاج حاجه اسمها اكسلريتور، اللي هو او اللي هو محفز. حاجه تسرع ده بجد بقى، ده فلوس بجد، فلوس من بجد من يعني باختصار. انتوا عاملين علشان لو مكان واحد بجد. يبقى عايز انا اسفه دكتور اتفضل. بنعمل له مكان بجد، بيأسس الشركه بجد. وبندي له فلوس بقى بجد، وبيقدم الخدمه وخلاص، وبيبقى زي حضانه ليه. لحد ما خلاص بيبقى يقدر يعتمد على نفسه وبيخرج بقى في السوق. يعني ده هيساعد بقى الشباب في المشاريع الصغيره. انهم يعرفوا بجد هيعملوا مشاريع، وبجد هيواجهوا عصارات، وهيجي يقابلونا ويسالونا، وهنجيب لهم ناس خبراء وناس بيشتغلوا في مجالهم، وهنوصلهم بناس، ويعني ومش هتفضلوا يعني مش هتسيبوهم يعني حتى بعد لا. ما يوصلوا هو بقى يعني المفروض هم يفرموا يعني يغتنوا يعني. لا يعني عشان نعمم ده على ناس اكتر. لا حضرتك قلتي جمله مهمه، واعتقد دكتور مجدي يعني وانا وكل المجموعه متفقين ان احنا بنحلم بيوم ان كل اللي احنا بنقوله ده يكون جزء من مقرر وزاره التربيه والتعليم. يعني في يوم من الايام يعني حضرتك الراجل بيل جيتس ما كملش بيل جيتس اللي اخترع البي سي يعني المايكروسوفت، وما كملش يعني ما خدش معهوش شهاده يقدر يتجوز بيها، عارف حضرتك الكلام ده. مثلا ميرسي مع مثلا مارك زوكربيرج اللي مخترع الفيسبوك، واحد من اثر ما كملش دراسته، مش محتاج. ما هو اللي كان عايز يتعلمه كده زي دكتور مجدي ما بيقول، وهو لسه عنده 17 18 سنه، جه طبقه لقى العجله اسمها البليه لعبت. روح وجع قلبي ليه في الدراسه. هي الفكره احنا عايزين الناس دي تكتشف قدراتها ومهاراتها، وتدخل تخوض غمار هذه التجارب من سن مبكره، يلاقي نفسه عنده 25 سنه 30 سنه وصاحب شركه كبيره. ممكن يكون بيبيع زلابيه،
بس بطريقه معينه تخلي الناس يقول لك انا مش عايز دي غير دي. ممكن يكون بيخترع حاجه في الالكترونيات ابلكيشن، عارف عليك الناس اللي عملت تطبيق اسمه بيقول لك عشان مش عارف الزحمه فين الى كل دي انتربرنورز. بس هي الفكره ان دول شباب عبال ما عملوا ده كانوا اكيد في نص منتصف العشرينيات وخدوا تجارب كتير وخسروا وقع 70 80 مره. انا هقول له بص ايه رايك هعلمك تقع ازاي 5 6 مرات بس هتقع. ما هو لازم هتقع لازم تتعلم، احنا ما بنتعلمش غير كده. بس بدل ما تتعلم في 15 سنه انا هعلمك في 5 شهور 10 شهور. لا و و و وده كمان مفيد بالنسبه للاطفال، يعني زي ما حضرتك قلت في الاول خالص انه المدارس بتحشر حاجات بعد كده ملهاش اي لازمه، يعني فعلا بتبقى ذاكره مؤقته ان انت بيحفظ ده وبيقوله على الورق وخلاص على كده. في عندنا زي ما انت قلت طبعا مش اذكى طفل في العالم المصري ولا اغبى طفل، احنا بنخدع نفسنا بالحاجات دي. يقول لك المصري ده الولد ده لا عادي زي غيره هيتعلم يعني علمتيه السباحه هيعوم، علمتيه السباحه مش هيعوم بس بالزبط. بسيطه يعني. حتى الاطفال الصغننين لما تعلمهم ياكلوا لوحديهم بره نقول شوف ما شاء الله الطفل الخواجه ده عبقري بياكل لوحده، شوف هو عنده قد ايه، ما انت ما علمتوش. فطيب المبادره دي بادئه فعلا ولا بدات؟ بدات فعلا وهتتعمم بقى في المدارس ان شاء الله. وبدات وهي بدات بس على مستوى القاهره طبعا. ويعني احنا بادئينها في اكتوبر والمصر الجديده المعادي التجمع بنحاول ان ننتشر شويه، وان شاء الله طموحاتنا واملنا انها تكون في مصر كلها. طب سؤال يهم طبعا كل البيوت، هل لما الاطفال دول يروحوا المؤسسه دي او المبادره بيدفعوا اي هيدفعوا حاجات؟ احنا بنعمل حاجتين، في ناس تقدر تدفع فبندفعهم واحنا عاملين، يعني احنا بادرنا باول 20 منحه من المؤسسه ل 20 من اوائل القاهره والجيزه والقليوبيه في الاعداديه، علشان يعني مره ثانيه احنا في واجب علينا ان احنا نساعد. فاحنا املنا نوصل لمرحله ان احنا ما ناخدش من حد حاجه، بس ده لازم يكون دعم يجي لنا من جهات ما، لانه في الاخر احنا بنجيب مدربين ونجيب ناس من الغفوره ومن كتب وحاجات. تشوف الحاجات دي يعني مجهده ولكنها مبهره جدا، يعني الكلام اللي موجود هنا ده مش كلام تقليدي من انا اتمنى ان الاقي كتاب الفيزياء بتاعنا عامل كده، كتاب التاريخ عامل كده، وكتاب العربي عامل كده، بسيط وسهل وسلس، واللي انا عايز اعرفه موجود، مش هقعد الف على حوالين دماغي 500 مره لغايه ما اوصل له. لا فالكلام ده معمول بمهاره، واخواننا يعني الشعب السنغافوري الشقيق والله ما قصر يعني. احنا بنشكركم جدا جدا، وانا بحييكم جدا على المبادره دي، واحنا هقعد اقول عنها كتير قوي في البرنامج لانها مبادره طبعا عظيمه جدا بتفيد شبابنا جدا. وفعلا من 8 سنين يعني خلاص بقى شاب، يعني لازم نعلم الولاد يعتمدوا على نفسهم. احنا اصل هم بيعتمدوا على نفسهم بس من غير ما نكون احنا دربناهم، فبيبقى متمرد ومش متعلم، يعني رافضنا رافض الكبار بس هو وعنده اسباب للرفض، هو مش راضي عننا ولا على ادائنا ولا عن سلوكنا ولا عن ثقافتنا، بس ما عندوش بديل فيفضل متمرد، بس متمرد فقط لا غير. فاحنا عايزين يتمرد ويتعلم. ده حقيقي، يعني مفيش حد بيسمع كلام الكبار ده خلاص، لكن لما يروحوا المؤسسه دي ويحسوا انهم يعني هم هيعملوا نفسهم بنفسهم هيعلموا الكبار، هيعلموا الكبار والله. ده حقيقي، وهم بيتعلموا مهارات القياده بيبقى قائد من صغره. وما تكبرش على الناس وما تكبرش على اهله برضه عشان ما تكبرش. واللي اشار ليه دكتور معتز بخصوص المبادره اللي هي منحه للاوائل ال 20 الاوائل الاعداديه على مستوى القاهره، هي ان احنا عشان نعلمهم عمليا ان اللي هي اللي بيسموها المسؤوليه الاجتماعيه. ان دي مسؤوليتنا اجتماعيه ناحيه المجتمع، ان هم كمان لما يبقوا رواد اعمال عليهم مسؤوليه اجتماعيه. وده اللي انا بفكر فيه بيه ميار وساره، لما يكبروا قوي قوي لازم يبقى يتبرعوا للمجتمع حواليهم بحاجه أكيد. ولازم ونعلمهم وبعد كده هم دلوقتي. انا بس حبيت اشوف حاجه، ان احنا هيبقى عندنا جيل من جو ان شاء الله زي ساره وميار كده، وهيبقى جيل كبير وجيل متعلمين كويس. دول لما يطلعوا يعملوا حاجات مشروعات صغيره قوي قوي، حضرتك اشرت لدعم الدوله، احنا فعلا محتاجين حاجه ان احنا نخلي الناس دول يبقوا يشتغلوا تحت مظله القانون بالزبط. بس بدون نرهقهم وبدون تعقيدات يعني لما يروحوا يطلبوا تصاريح او تعتبر يعني هيطلبوا ايه، تتسهل لهم الحكايه، مش يقعدوا بقى ايه. ولو الموظف نفسه انتربرنور ومتعلم الحاجات دي هيفهم هيقدر الموضوع ان واجبه تجاه هؤلاء لا يقل اهميه عن واجبه تجاه الدوله. طيب موظف مش متعلم في جو لا هنفضل وراه.
لا لا مش هجوم في اي حاجه لا يعني قصدي لا يعني اتعلم الكلام ده من اي مكان كان وانا عارف ان الدوله لو بايديها انا يعني انا من النوع المتعاطف مع المسؤولين مش عشان يعني مفيش علاقه لا صح. طبعا بس عارف يعني انا دخلت جوه شويه عارف انا كنت دخلت كان زماني بتكلم زي الناس اللي بتتكلم من بره والمفروض والمفروض ايوه الدنيا من جوه ملخبطه جدا الموضوع في منتهى الصعوبه والتعقيدات ومصالح متضاربه وقوانين عجيبه من ايام محمد علي ففعلا مصر من جوه فيها مشاكل كتير قوي أيوة. عايز تتاخد بالراحه عارف حضرتك اللي بتصلح الطياره وهي طايره يعني مش هي مصر طايره انت بتصلح المواتير والتكييفات والصواميل واللمب وهي فوق التعبير ده جميل قوي على فكره عشان كده تكون حذر لان انت لو لخبطت الدنيا هتقع هتقع فهي مش كده بس يعني ناخد بعدين بالراحه بالهداوه ايوه ما نتخانقش مع بعض ما نصحطش يعني احنا يعني يعني احنا لا في النمسا ولا في فنلندا ولا الدول الصغيره الجميله ديت اللي 4 مليون واحد تظبط تحس ان هم المعادي السعيد باينه كده دلوقتي فيعني ناخد بعض كده بالهداوه والهدوء وان شاء الله بكره بقى احسن باذن الله انا بشكرك جدا دكتور معتز على وقتك اللي انت خصصته لنا للبرنامج بشكر جدا دكتور مجدي طبعا وانا لو كان عندي 8 سنين كنت جيت لحضرتك على طول لانه اسلوب حضرتك في الكلام كده دكتور مجدي معلم انا بجد لا لا بروفيسور ومقنع بروفيسور فعلا شكرا انا بشكرك جدا يا دكتور مجدي بشكركم جدا على وقتكم اللي انتم خصصتوه لبرنامج انتبهوا ايها الساده وانتبهوا ايها الساده بيوجه لجميع الطلبه وجميع ولادنا وشبابنا من سن 8 سنين ل 18 سنه فعلا روحوا هتحسوا ان انتوا بقيتوا شخصيات سوري انا اسفه شخصيتكم هتتربى اكتر بجد فانا بشكركم جدا شكرا واروح بقى لشيف حسن دلوقتي اشوف حكايته يا جماعه كل مره شيف حسن يسند الي موضوع العصير حاسه ان انا هفتح بعد كده محل عصير عندي خبره جامده قوي ازيك يا حسونه ازيك يا نور ازيك يا حبيبي عامل ايه عامل ايه بالبصل ده بصل وثوم بقى ولحمه مفرومه ونعمل لازانيا الله وحركات كده وانا بقى هعمل النهارده عصير جزر بالبرتقال او برتقال بالجزر فوائد العصير اللي انت هتعمليه ده جدا حاجات جامده جدا الجزر يقوي النظر هو المقوله دي حلوه بس الجزر فعلا ليه فوائد كتير قوي مع البرتقال طبعا من الحاجات اللي هي بتفيد المعده والهضم والكلام ده كله بخلاف ان هو طبعا حاجه من اللي هي بتشيل البرد والكلام ده والجزر نفس القصه بس الجزر احنا سلقينه نص سلقه ايوه مش سلقه جامده لا مش سلقه جامده عشان يترس طيب حسن هنقول بس مقادير اللازانيا الاول على ما تعصج لنا اللحمه مكرونه لازانيا لحمه مفرومه طماطم صلصه بيوريه جزر مبشور بصل بشاميل جبنه موتزاريلا ملح وفلفل وكزبره تك ابو زوز اما بقى عصير ايه لا سيبني عبر بقى عن شعوري خش اما عن عصير البرتقال بالجزر طبعا عصير برتقال جزر مسلوق ميه وسكر وعسل وتلج عمال ما حسن يعصج اللحمة ادي الجزر مسلوق اهو ايوان بعدين نحط عليه عصير البرتقال ولو يا جماعة طبعا البرتقال ساعات في الصيف ما بيبقاش قوي ممكن نجيب علبة عصير برتقال مش كده من غير سكر بس مثلا. يعني احنا ما بنحبش حاجات المعلبه ايوه لو ما فيش برتقال يعني اعمل ايه لو مفيش برتقال هو موجود دلوقتي طول الصيف وطول دلوقتي الصيف. موجود شكرين يا سيد شكرا يا سوسو مش انا اكتشفت طعم الميه اللي انا شربتها امبارح ايه بقى قولي لي بقى كانت فيها كلور لا كلور ايه من الحنفيه يعني ولا لا بس اللي عمله فيك ايه لف البقره للايوه طب لفها اهو الفيش ضاف فيه يا اختي يقطعك قطيعه تقطيع كده مش حاطط لي الفيشه بتاعت اللي بتاع ليه زي كده زي كل الناس بتشتغل ضد يا استاذ مجدي ما هو النفس يكهربه عايز احط اصبعه في الفيشه ده سيد حبيبك يا استاذ ما سيد حبيبي بس كان بيوقعني في الفخ لقد وقعنا في البخ
خلاص كده صح؟ اللحمه اتعصجت؟ هيقول لي لسه شويه بس خلاص خلاص خلاص. مش هيركز في اللي بيعمله، لا باصص للي انا بعمله. يا غريبه جدا. على القلب اللي احنا فيه ده بس يا ربي. استاذ يا سيد. اه خلاص. حسيت؟ نعم يا قلبي. خلاص. يلا صب بقى ودوقي كده. طب انا عايز اعرف انت بتعمل ايه؟ بنعمل شويه بشاميل، احنا حطينا شويه زبده وشويه زيت. اه. ونعمل معاهم ال حطيت دقيق. شويه الدقيق كده، كوبايه دقيق. اه. ونضربهم شويه. على النار. على النار كده. وبعدين تحط لها لبن. وبعدين نحط لبن ساقع مش سخن. ايوه. عشان ما تكلكعش معانا. بل كلكل 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 كلكعش. ايه ايه. النهارده واكله بطيخ و... بسم الله الرحمن الرحيم. اكلت بطيخ ما اديتنيش حته لولا. ما انت ما كنتش. ما كنتش ايه؟ هات شوط ميه سخنه. ما اعرفش ما كنتش ايه. ايوه الاطفال الصغار لما مامي تعمل حاجه في الخلاط تحط في الكوبايه ويزيد ويسيب حبه في الخلاط تشربوها من الخلاط زي كده. الغريبة يا أستاذة هالة إن أنت بتعلمي العيال الغلط. لا مش الغلط، أنا بخليهم يستمتعوا بطفولتهم. أنت فاهمني غلط. هم أصلا غصب عننا بيعملوا كده. لا بس يعني يبقى برضانا بقى. برضانا؟ افهم بقى. واللبلوب؟ قرص اللبلوب؟ أه. لا عادي. ما فيش مشكلة يعني عادي. صح يا عفروت. بس بصي والله عامل إزاي؟ شكله جميل جدا. سيبي شوية للأستاذ مجدي. حاضر. معانا تليفون الحاج احمد. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج. ازي حضرتك؟ النبي حاج بص يا مدام هذا. نعم. انا ربنا مديني شويه نعم والحمد لله. عندي سرطان. وانا عندي سرطان على المثانه وعملت عمليه وجاني بتاع دوت فيروس سي. انا كل ده راضي بيه. انا طالب منك ومطالب من الله على زور الرسول بس. مش عايز حاجة. حاضر يا عم. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. احنا بنناشد طبعا صديقنا وصديق البرنامج المتبرع الكريم اللي بيطلع ابو حسن حالات عمره ابو حسن انه الراجل مش طالب حاجة وهو راضي باللي ربنا جابه له بس هو عايز يروح عمره. فلو سمحت ابو حسن يعني معلش انا عارفه ان احنا بنتقل عليك بس ده عشم وربنا يكرمك يا رب في صحتك وفي عافيتك وفي ولادك يا رب. مرتين. انا هحط اللازانيا هلبس جوانتي بس ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. حسن الاستاذه امل بتسلم عليك. سلم لي عليها صديقتنا امل الفخراني بتسلم طبعا دي حبيبتي. سلم لي عليها جدا عامله ايه. والاستاذه شيري برضو الاسكندرانيه قريبتك دي بتسلم عليك طبعا طبعا يا ابني. ايه لا بقول لك ايه والله العظيم ده بالبوكس وفي عينك. ليه يا سيد كده يا سيد؟ سيد ما تقولهاش الكلام يا سيد. غريبه جدا بيشيل يا ساتر عليك يا سيد يا سيد. ليه يا سيد؟ عم عماد اه اذا كان عم عماد اوكي. لا خد كوبايه بقى عم عماد. ما قلتش حاجة، النبي أنت بريء يا عم. بقول والله ما قلت حاجة. عم عماد بيكذب خلي بالك. لا عم عماد عمره ما يكذب. عم عماد صدقيني. عمره ما يكذب. وبعدين زعل إن أنا بقول عليه لما بقول لك المرة اللي فاتت عم عماد غلبان زعل. بقول أنا غلبان قلت له يا سيدي أنا اللي غلبان ما تزعلش. كلنا غلابة. يا سلام. جيت في خدي. كفاية كده. خدي. اسمع حضرتك خدي. معرفش حسيت انت اديتالي في عيني كده خدي. طيب هنرص اللازانيا كده يا جماعه. طبقتين كل واحده عليها يعني اتنين على بعض يتحطوا صح يا عسولة؟ لا يا قلبي. ايه؟ طبقتين يعني هتحط اللحمه المفرومه؟ لا هنحط كده زي ما انت بتحطي وبعدين هنعمل وهنقفل كله. اه بالعرض بقى. طيب ما انا عارفه يا ساتر. ليه؟ عشان انا عارفه. بس خدي دي كده في الجنب ودي كده في الجنب مالكش دعوه خلي النص فاضي. ايه وبعدين بقى معاكي
هتعلمي الناس صح ولا هنقعد بقى ان اهو 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 ماشي شاطر برافو عليك يا لولا. طيب مبسوط منك انا والله. امال انت بقى مالك في ايه؟ انا مبسوط منك جدا. روحي يا الهي تطلعي بروس سيراميك والنبي جميل عليه. طب والحته دي مش هحط فيها واحده؟ حط يا استاذ اللي انت عاوزاه يا استاذ. سلام. انا خلفت غير حته سوكولو في السوكولو اهو اهي. حط بقى اللحمه المفرومه مجدي عزاء. نعم. حط بقى اللحمه المفرومه. حطها فين؟ بسم الله. اقول طيب هو ايه بيختار اليوم اللي انا مش حاطط ربيس فيه ويقعد بقى ايه يلخبط في الكلام. عارف انا كله بيضحك في الـ في الـ في الـ ماشي. انا مش هقول ماشي مش هقول. قول يا لولا انت حبيبي. لا لا بعدين. قول يا لولا. قول يا لولا. كفايه لحمه مفرومه بقى. قولي عشان هدلق الصلصه عليكي. قولي انت. يقلب عليا والله. ما ينفعش. قال ايه طيب؟ ما ينفعش بعدين. اه قال كلمه وحشه. لا لا عمر مجدي ما يقول كلمه وحشه. انت هتقولي لي على مجدي؟ انا هبلغ عليه مراته. دي طيبه ما تعملوش حاجه. طيب ماشي. تخاف منه. تخاف منه؟ ايه بتعملي ايه انت؟ استغفر الله العظيم يا رب. سامحها يا رب سامحها. ايه الفرق بقى عشان افسح لك حته تحط البشاميل؟ افسحي لي حته. اهو اتفضلي. مش فاهمة يا اسطى. اتفضلي بيتكلم ليه بقى؟ لا بيتكلم عشان انت نفسه. مفتري. حاشر نفسه. يعني اما حطيتهم كده لازم تحطها كده. يا ساتر يا رب. يا ساتر عليك يا اخي. يا ساتر يا ساتر. يا باي يا باي. حسن حسني. يا ساتر يا ساتر. يا ساتر يا ساتر. طب رد والنبي لا ترد انت عليه. مش هتكلم؟ مش هتكلم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده بيدي علينا. لا انا بيدي عليك لا. فاكر؟ لما انا شرقت بعد الشر عليك يا بنت. فاكر اليوم ده؟ ده انا قلبي اسود وهتطلع الحكايه دي من قلبي. لا لا انت قلبك مزه. ايوه هتطلع بسلام. إيه. اه ماشي يا مجدي ماشي. طب بالذمة انا كنت هعمل كده هكسي كده هو بس ايه حركات يعني. هات له الصلصه عليك. حتى انت تضحك يا سيد. حط امك لوريك. حتى انت سيد. بعدين نحط لازانيا. لا حط اللي تحطيه بقى ربنا يوفقك. لا حول ولا قوه الا بالله. ما انا بشتغل لك بيلي اهو جنبك حلوه. انت عارفه لولا من غيرك مش عارف اشتغل. طيب قول لنفسك بقى ما تبقاش مفتري. ماشي. صديقنا رجب العطار بيسلم عليك. بساعده يا استاذ عشان بس. ما هو ده الجديد. ده الجديد بقى ان انا بقى انت تعرف تعمل الحركه دي؟ قولي له قولي له هو يعرف يعمل الحركه دي؟ ما يعرفش. قدرات يا ابني. بس خلاص خلاص شكرا شكرا. هتسيبهم الاسبوع الجاي دول؟ لا خلاص. حط بقى البشاميل. مش هنعمل حاجه الاسبوع الجاي. ممكن نحط بشاميل وممكن نحط جبنه موزاريلا. تختاري ايه؟ انا رايي. ها امال انت عملت البشاميل ليه؟ انا كلها من الحله كده. ايه يا ساره كلمي عرفت الاثنين. حاضر حط بشاميل ونحط جبنه موتزاريلا. ماشي ماشي نخلي بشاميل. انت يا ابني انت رايح فين؟ هات المضرب يا سيد. ايه هيقعد يعمل بقى في البشاميل كتير. وراك ايه انت جاي تشتغل برنامج تاني؟ حاشا لله. طيب حاشا وماشي. هروح فين؟ الله يا ابني اليوم ما عرفتكم طويل حالي. رايحة فين؟ رايحة البرنامج. جاية منين؟ جاية من البرنامج. وأنا مفيش أي حاجة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله ربنا يرضيك يا أستاذة هالة. الحمد لله أنا ربنا راضيني بيكم. تسلمي لي رب تشوفك ودعوات الناس. والله دي أحلى حاجة. عاوزة إيه تاني؟ الحمد لله. تنهبي كل الناس بتدعي لك. طب أنت بتبكتني ليه؟ يا ساتر يا ساتر. رشان انت عارف بجد انا هلسعك في ودانك يا عم عصام. هتلسعه في ودانه ايه؟ هتحط ودانه في الحله؟ ده عم عصام ده حبيبنا. انا بقى احط الجبنه الموتزاريلا عشان ساره قالت لي حطش الاثنين. يا ساره وراها غير انت
اخ سيد كفايه كده. لا حط حط يعني جت على دول. بس مش لاقي يكلم حد بيكلم نفسه. والله العظيم مش عارف يكلم حد بيكلم نفسه. المهم نتكلم وخلاص. مش معقول على حسب عامل زي خالتي. خالتي اللتاتة عمال يعيب عليا ده ويقول لك ساره مش عارفه قالت ايه، عصام قال ايه، عايزه ساره حبيبتي ما اتكلمتش النهارده. ما اعرفش ليه. يلا. ايه اللي انت بتقوليه عليا؟ خلاص هيدلع هيدلع الحق هيدلع على ذمك. ده مش مخروم سيد لحمهولي. والنبي جميل جدا. عرفت امين. عارف ليه بقى؟ عشان انت اصلك مليلي بتاع فيها سكر، رحت انا حاطه نصها، ما حطيتهاش كلها. ويعني انا كل اللي احطه قدامي بشتغل بيه كله؟ لا بس ما هي الحاجه كده زي ما هي. حسب توجيهاتك ان انا كل اللي محطوط. المقدار يعني. اه. ندلق كله ونقلبه على بعض. نقلبه كله على بعض. نقلبه كله على بعض. كله على بعض. فانا ما قلبتوش كله على بعض. حطيت بس ايه الصرايع الفاحش ده؟ ايه ده؟ دهب. عيار عيار 12 ده ذهب. يا بس جالي شغل استنى. الو معانا الاستاذ حمدي. ايوه ايوه مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا ست الكل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والله العظيم انت ست الكل فعلا. يا رب يسعدك يا رب يكرمك. متشكره قوي. بتدي الهنا والسعاده لكل المشاهدين. الحمد لله رب العالمين. انا بشكركم على البرنامج بتاعكم يا فندم. وبشكر الشيف اللذيذ اللي حبيب. جنبك ده اللي بتاكل اكل يعني مش قوي اه. وقناه الحياه اللي هي استفادت بوشك البشوش ده. يا رب يسعدك. متشكره قوي يا فندم. ربنا يكرمك يا رب. شكرا. سلام لي يا فندم. والله انا مبسوط ان انا عرفت اكلمك النهارده. والله حبيب قلبي ربنا يخليك يا رب. تسلم لي. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. شايف هو متصل عشاني اصلا. متصل على اساس ان انت قال لك يتاكل اكل يعني اكلك خلاص خلص بح. انما انا بقيت الكلام عندي. فين بقيت الكلام عندي؟ بس بقى ما تبقاش كده. ما تسمعيش كلام مجدي. والله العظيم انا سامع. مجدي ماليش حاجه. انا سامع يا حول الله. سامع سامع. انت كذاب بقى. انت كذاب. احلفي. سامع زي من غير ابليس. احلفي طيب. ما ده صوته عالي. انت مش واخده بالك اصلا. وطي صوتك شويه يا مجدي. وطي صوتك يا مجدي. ماشي عشان ربنا ما يجعلنا جار ولوع عينين. ايه استنى لسه في بقين. تعالى هنا. والنعمه الشريفه لسه في بقين. يا نهار ابيض على اللي انت بتعمليه. ينفع كده على الهواء؟ والله العظيم. صحة عفروتو. شيل يا عم شيل. خلصت اللازانيا ولا لسه؟ انت يا عم بتاع اللازانيا. هنكمل النهارده برنامج إشارة يا أستاذ مجدي. بقول لك خلاص ولا لا؟ خلاص. يعني أطلع اللازانيا ولا بلاش؟ أيوة يا فندم. أمال عاملينها نصور جنبها؟ لا قدامنا يعني شوية. اتفضل طلعها. لسه ما لازانيا ايه اللي هتخلص في دقيقه دي؟ ما بتاخد لها 10 دقايق في الفرن. انت دخلت بالكاميرا جوه الفرن ازاي؟ عندنا بث مباشر يا جماعه من داخل الفرن. ده حصري. القناه انت لبرنامج انتبهوا ايها الساده. بص حصري اللازانيا جوه الفرن عشان تعرفي. بس عشان تعرفي قدراتنا عامله ازاي. حاضر يا فندم. اجي كده. حاضر عشان تعرفي. بص يا استاذ هلا عشان تعرفي قدراتنا عامله ازاي. قدرتك في ايه؟ دخلنا جوه الفرن في قمر الخشب. انت مالك؟ دي قدرات اخراجيه. خش بقى كده وريني القدرات الاخراجيه. اديني دخلت على الفرن جوه. وريني القدرات. طب خليه بقى اوريله. وريني ده اهو. جابت فين بقى؟ اهي هي دي كده جايبه حته حته. أنا مش شغال بجد؟ بجد؟ فرصتي أستفرد بالمطبخ. لا مش شغال هنا. أنا واقف هنا. ولا أستفرد بالمطبخ. أعمل لهم أكل جميل. مين ده؟ أنا. أيوه آخرك هتعملي فول وبصارة. طب ودول سهل؟ سهل؟ سهل الفول والبصارة. بصارة تعرف تعملها. أقطع بطيخ. أكل. فاكرة أنت حلقة البطيخ؟ آه. مش
شرشري كده على نفسك، حطي واحده في الخلاط واحده في بقى. انا شرشرت على نفسي يا حسن صراحه، باص ال حسن انت اتغيرت صح، مش حلو كده بس الله العظيم على السر انت عامله حلو. طبعا انا ما عملتش حاجه وحشه خالص، لا ساعات يعني. بس عشان انت زعلتي الناس من هنا بتوع اسكندريه ليه؟ اه زعلوا منك قوي ليه؟ على ام الخلول اه والحباش. قال لي لا، قال لي يعني في ام الخلول دلوقتي انتوا بتحرجونا؟ لا انا لا لما انا قلت طب بذمتك صراحه انا قلت والله قلت قلت لك ايه؟ قلت له ما فيش ام الخلود دلوقتي. قال لي بس احنا نتصرف لها نجيب لها. معلش بس انا قلت لك ما فيش ام الخلود دلوقتي اللي هي مزققه الكبيره دي. والنبي قولي له اسكت. اسكت يا باشا. ابوس ايدك قولي له اسكت، هو وعصام. عصام؟ اهو ابو الخلود. اه ادي الخفه والعسل، ادي الخفه اهو يا جماعه. سيبنا بقى الشغل وهنقعد بقى سيبنا ونقعد بقى أفضل. كركر ومرمر مش عارف انا اهو طلع اللازانيا ونخلص. هيطلع اللازانيا اهو. اللهم صل على النبي. عين يا باشا امشي خالص. لا 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 خلاص ما انتوا مش طايقني واضح. اوبا لا واضح. اللهم صل على النبي. معانا الاستاذه امل. الو بس بقى جالي شغل. ماشي. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو ايوه فندم. يا امل يا امل حياتي. طب يا امل حاولي تتصلي بينا تاني. عارفه لو انا كنت قلت الو بقى كانت ردت عليا. لو انا كنت قلت طب قول اقول ايه؟ قول يعني قفلت خلاص. ما هي قفلت عشان انت كنت ناوي ترد عليها. ده ما... ناوي اعمل ايه؟ بص بقى اللي زي نعمل ازاي؟ بعد ما ناخد الوش ده كده نحطها شويه في الارضيه. طبعا اللازانيا مسلوقه واللحمه المعصقه طبعا مستويه، هي مجرد ان هي بتاخد لون. ولا سلق اللازانيا بقى. بنجيب اللازانيا ونسقطها في ميه مغليه ونطلعها على طول. بصي حضرتك احنا لازم الميه يبقى فيها زيت وملح. تمام. وبعدين ما بنسلقش في حاجه يعني غويطه، حاجه تكون مفتوحه. صينيه. صينيه. ولما نحط المكرونه اللازانيا بنحط واحده ونستنى عليها بعدين نقلبها وتركينها على جنب عشان ما تتحركش في قلب الصينيه. بعدين نحط الثانيه تكون هي ما تحطش اركنها على جنب في الصينيه ولا بره؟ جوه الصينيه. يعني احنا مثلا حطينا حاجه مربعه محطوطه. احنا حطينا اللازانيا مجرد ما تحطيها هتلزق فتشيليها تقلبيها الناحيه الثانيه فخلاص بقت طريه. تمام. تتركن تسيبيها على جنب كده، حط واحده بعديها واحده بعديها مجرد ما تستوي يكون عندك طبق فيه تلج وميه نطلع وفيه زيت نطلع نحط في ايه؟ التلج في الميه عشان ما تستويش قوي. لو سيبناها بره هتستوي وهتعجن ان هي زي المكرونه. خلاص خلاص شكرا. بخلت خلاص عاوز اللازانيا تاني؟ لا ولا ادخلها في الفرن؟ ايه ما انت هتشيلها ليه؟ ما تخليها الناس تاكل. طب ما لسه هسويها لهم. سويها لهم. ماشي اتفضل. انت بتطلعها بس تصور؟ عشان اصور. دخلها يا سيدي. صورها غلبانه تصور تاخد لها صوره ولا اي حاجه. طب يا جماعه هعمل ايه بس؟ انا بشكركم جدا. بشكر بشكر جميع العاملين معايا في الاستوديو. بشكر الشيف حسن حسونة جدا على الحاجات الجميله اللي هو بيعملها لنا. وبشكر الكنترول روم، بشكر اسره الاعداد جدا. بشكر كمان مخرجنا المتميز الأستاذ مجدي كمال. وبشكر قناة الحياة، القناة رقم واحد في مصر. إن شاء الله يا رب العالمين تبقى القناة رقم واحد في العالم العربي كله. وتحيا مصر.